مرحبا. بعد سنوات قليلة من حكم حماس المستمر في غزة، حاولت هي وكتائب القسام تتخلص من مسؤولية وعبء متابعة شؤون الناس اليومية من خلال فصل أجهزتها ومؤسساتها الحركية عن مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية. أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية اللي بتركز عملها على توفير الأمن والأمان والاستقرار ورغيف الخبز للناس، بعد شوية سنين اكتشفت أنها غير قادرة على العمل على كل هاي المسؤوليات، وبنفس الوقت أثر انشغالها بقضايا الناس اليومية على أساس وجودها اللي هو مقاومة الاحتلال والإعداد المستمر. بالآن كشف جهاز أمن سرايا القدس في غزة عن عملية ضبط لكمية كبيرة من المخدرات، وبغض النظر عن النقاش اللي قاعدين بنشوفه اليوم، كان في إشي لافت وهو إصرار كوادر حركة الجهاد الإسلامي من خلال منشوراتها، وسرايا القدس من خلال الفيديو اللي طلعته لعملية الكشف أصروا على تبني العملية وعلى إنه الرصيد الأول والأخير بعود لسرايا القدس. سرايا القدس جزء أساسي من فصائل المقاومة في غزة، ومدام المقاومة قادرة على مكافحة المخدرات، ليش ما ضربتها؟ ليش ما أنهتها؟ أو على الأقل ليش ما كافحتها لتقلل من الانتشار الواسع اللي بنسمع عنه اليوم؟ وبنفس الوقت هاي العملية مجرد عملية ولا عملية ضمن رؤية استراتيجية لسرايا القدس والمقاومة الفلسطينية لمكافحة المخدرات في غزة؟ إذا كان بالفعل في حملة واسعة وفي رؤية استراتيجية لمكافحة المخدرات، يا ميت أهلا وسهلا يا تايغر كترة. وكلنا عنا ثقة في قدرتهم لما يحكوا إحنا قادرين. الله معاك يا تايغر. وإن كانت العملية اجتهاد شخصي من شخص ما أو مجموعة ما في رفح، يمكن ما كانش في داعي لتبنيها والتأكيد على رصيدها. وإن كانت العملية من تخطيط ومتابعة وتنفيذ أعلى المستويات في سرايا القدس، هل فعليا سرايا القدس حتنشغل الفترة القادمة في مكافحة المخدرات؟ يمكن كان الأفضل في الجهتين إنه سرايا القدس تحافظ على إنه قضايا المخدرات مش من اختصاصها، وتأكد لنا على دور مكافحة المخدرات في غزة وتقصيرها إذا كان فعلا في تقصير. أما إذا كان الغرض من التبني والتأكيد على التبني والتأكيد على الرصيد هو الرصيد بحد ذاته، فهي مش محتاجة لرصيد عملية ضبط مخدرات بجانب رصيدها. دور فصائل المقاومة ما بنحصر في مقاومة ومواجهة الاحتلال فقط، أكيد، لأنه فصائل المقاومة عندها مشاريع بتغطي المجتمع كمان، واجبها حماية المجتمع من كل خطر ممكن يتعرض له. ولكن إذا كان في جهاز مختص بشؤون المخدرات ومكافحتها، مهم كثير نقوم في دوره. تجربة الأجهزة الداخلية لحماس والقسام في متابعة شؤون الناس قالت لنا إنها بتقدرش تقوم في هذا الدور بجانب الإعداد والمقاومة، فيمكن الأفضل لفصيل مقاوم مثل حركة الجهاد الإسلامي إسلامي وذراعها سرايا القدس إنها تبتعد عن توريط نفسها في شؤون يومية وفي قضايا تفصيلية بتخص المجتمع. بالتأكيد هي عاجزة عن إدارتها بشكل كامل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.